يعني الملتقى او الملتقيات دي فيها نوع من المشاركه، مش بس زياره ل 120 شاب وشابه من محافظات الحدوديه للمعرض لاقتناء الكتب، لا الموضوع اكبر من كده، انه في برامج تدريبيه، في فعاليات بيشاركوا فيها. احنا حابين نتكلم اكتر عن تفاصيل مشاركه شبابنا اللي جاي من البحر الاحمر وجاي من سيناء ومطروح. احنا اولادنا من مناطق الحدوديه، احنا بنعمل لهم ملتقى اهل مصر او اسابيع دمج الاطفال او ملتقى الفتيات، بيبقى من اسبوع ل 10 ايام على حسب المنطقه اللي احنا بنكون فيها. احنا غالبا بيبقى الشغل 8 ايام ويوم رايح ويوم جاي. بيبقى عندنا برامج محدده لكل فئه والفئه العمريه كمان. يعني الشباب عندنا بيبقى في اكتشاف لمهاراتهم وموهبتهم، في مجموعه من الورش للحرف التراثيه والتقليديه من باب ان انا بحافظ على الهويه، ومن باب انه يعرف تراثه يبقى عنده قوه في شخصيته. انا عندي ده تراثي احافظ عليه، وانا وهو اصلا حافظ، هو المفروض هو اللي هيحفظ ويسون التراث ده في المستقبل، فلازم يكون فاهمه كويس قوي. تاني حاجه اكتشاف موهبتهم سواء كان على مستوى الموسيقى او مستوى المسرح او مستوى المستويات الفنيه بقى، الادب والشعر وغيره من المواهب الثقافيه والفنيه. بيتعمل لهم بقى بعض المحاضرات واللقاءات التفاعليه بين يعني مفكرين وكتاب واساتذه في الجامعه، وكتير بيتكلم معاهم. فكره ان انا ابني شخصيه واعرف السمات الخاصه بكل شخصيه، واعرف وهو يعرف نفسه، يعرف هو قدراته فين، يقدر ينميها ازاي، ده مش 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 سهل عليهم انهم يعرفوه لوحدهم، فلازم يبقى في حد ينور لهم الطريق ويديهم بعض المفاهيم الايجابيه عشان يقدر يعززها عنده. فبالتالي تبقى اللقاءات التفاعليه بتبقى مهمه جدا، بعرف دماغه، بيعرف يفكر ازاي، بيتكلم في ايه، رؤيته للامور واصله لغايه فين، وببدا اصلح معاه بعض المفاهيم الخاطئه لو كانت موجوده. وعاده الشباب ده بيبقى متفاعل جدا في اللقاءات التفاعليه دي، هو عايز يعبر عن نفسه، عايز يقول انا موجود، انا المكان المحافظه دي ومحافظتي فيها واحد واثنين وثلاثه، وانا نفسي اكون كذا. فبالتالي احنا بنتكلم معاهم، ده بيساعدنا احنا كمان في الهيئه العامه لاصول الثقافه، ان انا في البرامج اللي بعملها ليهم في محافظاتهم ببدا ابقى حاطه في عين اعتبار كلامه. صحيح. فببدا اشتغل على اللي هو بيقول عليه، وابدا اشوف ايه التحديات الموجوده في المكان، ايه التحديات الخاصه بالشباب او الفئه العمريه ديت، وابدا اشتغل برامج ليهم بقى. لما انا لان احنا مش بنجيبهم اهل مصر الاسبوع او العشر ايام دول بس وخلاص شكرا، لا، في عمليه استمراريه للنشاط. في انا بروح لهم بقوافل، في مثلا لو مجموعه من الشباب زي ما حصل قبل كده، مجموعه من الشباب عملوا مشاريع وبداوا يشتغلوا من الحرف التراثيه، طلعوا منها منتج ويبداوا يعملوها كنوع من انواع الاستثمار في دي بقى اللي هي الصناعات الثقافيه. أيوة. ازاي اطلع بقى مهمه جدا الصناعات الابداعيه والثقافيه، ان هو الثقافه هنا صناعه وسلعه، يعني يقدر يعمل اقتصاد ثقافي. اقدر اطلع من الثقافه اقتصاد، ازاي اعمل ده بقى بشكل بسيط وناعم وسهل والاولاد يتقبلوه وهم كمان يبقوا حريصين جدا عليه. هي دي ازاي انا يبقى هو عنده جزء خاص برياده اعمال، يتعلم ازاي يقدر يعمل مقايسه وازاي يقدر يجيب الخامات وازاي يشتغل عليها. وده الساده المدربين اللي بيشتغلوا معانا في المشروع بصراحه بيعملوه، يعرفوهم هم يقدروا يجيبوا الخامه منين واسعارها ايه، وازاي بعد ما يخلص منتج يسعره ازاي، ويسعره وفقا لاي معايير، وازاي المنتج يبقى يطلع منتج متقن، وازاي المنتج يبقى كويس. ده على مستوى المنتج الحرفي، لكن على مستوى بقى المسرح وكده هم اللي بيقعدوا يكتبوا مع بعض مع المخرج، بنجيب لهم مخرجين متخصصين، مخرجين كبار كمان، بيقعدوا يحكوا مع بعض الحكايه وبعدين يصوغوها وبعدين يبداوا يمثلوا ويطلعوا منتج بقى في اخر الاسبوع. خلال 8 ايام بتطلع مسرحيه حقيقي حقيقي، فعلا احنا بننبهر من اللي بنشوفه، لان يعني عندهم طاقات هايله. شبابنا رائع واطفالنا اروع وعندهم طاقات هايله جدا، بس فكره ان انت تشوف الطاقات دي وتشوفها بعين الاعتبار وتاكد عليها وتبدا اقول لك ايه بقى، تبدا تستخدمها وهم يستخدموها صح.